السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم متتبعي قناة خليفة الغزالي. إذن إن شاء الله غادي نتجهوا لمدينة أسفي وبالضبط في جمعة سحيم اللي غادي نركبوا فيها واحد المرخة ديال الغطاس ديال 5 الخيل ونص. علاش 5 الخيل ونص؟ لأن 5 الخيل ونص في متناول الفلاح المتوسط. وهذه المنظومة إن شاء الله راه غتكون منظومة متحركة ماشي منظومة ثابتة. كما كتشوفوا الإخوان هانتوما كتشوفوا هنا راه عندنا تيو ديال 63 يعني 2 بوس. بالنسبة للألواح إخواني هما هادو 450 واط. كما كتشوفوا الألواح ديال 450 واط راهم اقتصاديين لا بالنسبة للثمن لا بالنسبة للفولتاج والأمبيراج كيكون فيهم مزيان. هانتوما كما كتشوفوا ماد أن جيرماني. بالنسبة للعدد ديال الألواح إلى ركبتي 450 واط مثلا 15 بلاكة راك بحال إلا مركب 24 بلاكة ديال 250 ولا 280. هذه المنظومة كما قلت لكم إن شاء الله راه غادي تكون منظومة متحركة اللي كتزيدك واحد النسبة ديال الصبيب ديال ساعة ونص في الصباح وساعة ونص في العشية. كما كتشوفوا الإخوان احنا باشرنا العمل ديال الحفر ديال المكان ديال السيبور. كما كتشوفوا هنا راه كنحفروا فيه 2 ديال الأمتار. غادي نعطيكم التفاصيل ديال كيفاش غادي نخدموا هذا السيبور. كنحفروا 2 ديال الأمتار وكنحاولوا نديروا شي ماده من الجناب باش ما يدخلش لينا الماء مثلا ديال الفلاحه ولا ديال الشتاء، باش ما يوصلش لينا مثلا الماء للجعبه وتصدي وتكون عندنا الخساره. اذا كنديروا هذاك الشيء خاصو يكون بروتيجي من ليميديتي. اول حاجه كنديروا واحد التفريشه ديال السيمه هي الاولى وكنحطوا الجعبه ديالنا على العمق ديال 1.80 متر ولا 1.70 متر. كما كتعرفوا الجعبه ديال 4 بوس هي اللي كنخدموا ولا 3 بوس كنديروها هي الاولى وكنعمروا عليها السيمه وكنديروا لها الحجر من الجناب وكنحاولوا نديروا لها شي ماده عازله باش ما يدخلش لينا الماء للجعبه ديال الحديد. الاخوان شجعونا بلي لايك، شجعونا بلي لايك، راكم كتنساو اللايك ما كديروش اللايك باش هاد القناه ان شاء الله طلع راه فيها الجديد وفيها يعني معلومات اللي غادي تستافد منها. بالنسبه للحديد خدموا بالاش، الا ما خدمتيش بالاش فراه عرف بان السيبور ديالك غيجي واحد الوقت اللي غادي يعوج اولا لا قدر الله ضروري نصبغوا الاش. الخدمه الاخوان كاين اللي كيخدم بالبولون كاين اللي كيخدم بالتلحيم، كنفضلوا التلحيم احسن ومن بعد كدوز الصباغه لان البولون مع المده كتبقى المنظومه تحرك من هنا ومن هنا البولون كيتكال. اذا اشنو غادي يوقع؟ المنظومه غادي تحل. بالنسبه للقاعده ديال السيبور راه كنديروها على شكل زائد باش تقول كامل غادي ينزل على هاد 4 الاشات، ما كنديروش اش وحده وكتنزل عليها المنظومه كامله. يعني اش وحده باش تهز لك 40 بلاكة ولا 30 ولا 15 ولا 20 كيكون عليها نازل تقول بزاف تقدر تعواج. اما بالنسبه لهذه اللي فيها الزائد كدير القاعده الاولى كتهز لك القاعده الثانيه كيكونوا فيها جات اخرين خارجين من الجناب عاد كتهز لك المنظومه كلها، يعني فيها 2 بلايص كيكونوا مفورسين على حساب الثقل ديال السيبور. بالنسبه للتلحيم راه كدير التلحيم من 8 الأوجه وكتدوبل التلحيم على 2 مرات. اخواني علاش كنقول لك كاع هذه المعلومات؟ باش تستافد، هذه القناه كيستافدوا منها الناس باش حتى الا بغيت تخدم المنظومه ديالك تخدمها متقونه مزيان، ما خصكش تضيع وما كنبغيوش الضياعه للناس. فيما يخص الاشعاع الشمسي في المغرب فراه 32 درجه، يعني السيبوره خاصها تكون عاليه على الارض على الاقل ب 50 سنتيم او لا 60 سنتيم. باش ما نطولش على خوتي الطريقه ديال التلحيم ديال هذه المنظومه كلها، راه كملنا وركبنا الاشات كلهم. يعني الاشات كاينه على شكل مثلث كيكونوا جات كنجمعوهم بوحده في الوسط عاد كنجمعوا الاش الفوقانيه كتشد لينا الالواح ديال الفوق ومن التحت كنديروا وحده كتجمع لينا الالواح كاملين من التحت. هانتوما كما كتشوفوا الطريقه هي هذه. من بعد راه كنحكوا الاش وكنصبغوه على حساب الصدى باش ما يصديش وكنثقبوا هذا الاش على حساب الاماكن ديال البولون اللي غادي يشد لينا الالواح ديال الطاقه الشمسيه.
وإن شاء الله هذه الطريقة هذه كتخلي الشمس تكون على طول العام 27 درجة حتى 28 درجة إلا كنا كنحركوا الألواح في اتجاه ديال الشمس، وخا يكون مثلا الحال بارد راه غادي تدورها الاتجاه ديال الشمس، يعني 27 درجة حنا عندنا في المغرب من 27 حتى 42 درجة في العام، ما كتنزلش بالنسبة للنهار ما كتنزلش على 27 24، والفارياتور 27 درجة كتوصلوا ل 42 درجة وكتكون النسبة ديال الصبيب مزيانة. إذا إخواني انتهينا من السيبور، تركيب السيبور، غادي نشوفوا إن شاء الله النتيجة النهائية هي هذه، هذه هي النتيجة النهائية ديال تركيب المنظومة المتحركة. إن شاء الله غادي نديروا واحد لسياج المضخة ديالنا اللي هي مضخة ديال 5.5 اللي كتجبد على 82 متر. هانتوما الإخوان كما كتشوفوا الخدمة متقونة، داكشي غادي مزيان، وكاين الاقتصاد لا بالنسبة للخيط لا بالنسبة للمساحة ديال المنظومة. كما كتشوفوا الأسلاك من التحت ما كاينينش، يعني داكشي مخدوم على حقه وطريقه. والطريقة ديال العمل راه كدورها 3 مرات في اليوم، مثلا مع 10 ديال الصباح، ومع 1:30 ديال النص ديال النهار، ومع 3. اذا كتستافد مع الصباح وكتستافد في العشية حتى للخمسة او للـ5:30، عندك 1:30 في الصباح زايدة كتعطي. اذا عندنا 3 سوايع زايدين، عندنا فيهم 72 طن في النهار زايدة بالنسبة للصبيب على المنظومة الغير المتحركة. بالنسبة للشاطو هذا راه عندنا فيه 24 طن، وبالنسبة للعلو ديالو راه 8 أمتار. عدد الألواح اللي كاينين عندنا هنا 15 لوح ديال 450 واط. غادي نديرو تجربة على أرض الواقع وغادي تشوفوا كل شيء بعينكم، حنا ما كنخبي عليكم حتى حاجة، كل شيء كنوضحوا لكم، كنوضحوا الأمور. الحمد لله الفارياتور راه واصل ل 50 كيلو هرتز، وهذه هي المنظومه اللي كتكون متقونه ومخدومه مزيان. الفارياتور كيوصل ل 50 الحمد لله، نسبه وكميه كبيره ديال المياه كتنزل، اللهم بارك وزيد في ذلك. بالنسبه للاخوان التكلفه راه وصلت تقريبا 5,180,000 لهذه المنظومه، الثمن ديال التكلفه ديالها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى فيديو قادم إن شاء الله. رجع